احمد الجبالي بقاله طموني في ابو العيله. الاسعار دلوقتي نزلت من 9.5 السكر بقت 8.5 والرز كان ب 9 جنيه بقى 8 جنيه والزيت كان ب 19 بقى ب 17 جنيه والدقيق خس برضو جنيه بقى ب 6 جنيه ونص. اربع سلع بس هي اللي نزلت اللي هي الرز والزيت والسكر والدقيق من 1/12 من 1/12 شغالين بالاسعار الجديده. طبعا فرحانين بالنزول ده وعايزين افضل لان السوق الخارجي اقل بكتير من سعر التموين. انا اسمي محمد زكي صالح بقال تموين. بالنسبه للسكر كان ب 9 جنيه ونص بجيب 8 ونص نزل جنيه. بالنسبه للزيت كان ب 19 بجيب 17 نزل 2 جنيه والرز كان ب9 بجيب 8 نزل جنيه. دي كل الاسعار اللي نزلت في التموين لغايه الوقت اللي احنا صرفناها. بقيت السلعه الثانيه بالنسبه للصلصه زي ما هي والجبنه زي ما هي واخد بالك على ما نزلت. دي الاسعار اللي هي ايه نزلها في التموين هو السكر والزيت والرز تنفذ من 1/12. الناس بتاخد الناس مبسوطه والحمد لله ما فيش اي حاجه. الناس بتقول بتديه لا بتاخده. اما بالنسبه للسلع الاضافيه الثانيه اللي هي زي السمنه والشاي العروسه والحاجات دي كلها بنجيبها على فرق العيش والمربى والتونه كله زي بنجيبها على فرق العيش. فتح اسحاق ابراهيم بقال من 58 سنه في المحل هنا. لا الاسعار حلوه خالص نشكر ربنا. السكر بقى ب 8.5 بدل 9.5 الزيت بقى ب 17 بدل 19 والرز بقى ب 8 بدل 10 واللحمه رخصت والسمك رخص وكل حاجه رخصت الحمد لله من اول 12 الاسعار دي لكن اللحوم والحاجات دي رخصت من شهرين يمكن. الحمد لله الناس بتشكر ربنا وربنا يديمها علينا نعمة. في دول جنبنا مش ما تسويش حاجة خالص لكننا نشكر ربنا بنرخص في عز الناس مش عارفة تاكل ولا تشرب هنا بنرخص في بلدنا. لسه ان شاء الله في رمضان يمكن ينزل تاني برضو ويدي حاجات تانية. سكر زيت رز ودول مهمين والبيوت كلها ماشية على السكر زيت رز.